كوثر، قبل البداية بالحديث عن التطورات الميدانية المتعلقة بالجبهات في الشرق والجنوب، أود الإشارة إلى بعض المعلومات والتصريح المتعلقة بمستقبل وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، حيث تشير العديد من المصادر والتقارير أنه ربما قد يتم إقالة وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف. هذه الإقالة تأتي على تداعيات لعمليات فساد قد أصابت هيكل وزارة الدفاع الأوكرانية، وتحديدا هذه التداعيات هي تشير إلى صفقات متعلقة بتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالزي الشتوي، حيث نحن الآن نقترب على فصل الشتاء الأوكراني. كان هناك حديثا طويلا بما يتعلق بهذه الستر العسكرية، ربما القرار بات واضحا في الأيام القليلة القادمة أو حتى اليوم من الممكن أن يتم الإعلان عن إقالة وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف. لم يتم توجيه بعض الاتهامات الصريحة للوزير بتورطه شخصيا في هذه عمليات الاختلاس، لكن بعض هذه التقارير تشير إلى الخلل الذي هو موجود في بعض أركان وزارة الدفاع الأوكرانية التي ربما تكون هي قد تورطت في عمليات الاختلاس هذه المتعلقة. ولكن بعض التقارير أيضا في ذاتها تشير أنه من الممكن أن وزير الدفاع الأوكراني قد يشغل منصب سفير أوكرانيا في بريطانيا في هذا الإطار. في ذات الإطار في الجانب السياسي، أود الإشارة إلى مكالمة هاتفية أجراها فاليري زالوج لرئيس أو قائد القوات العام للقوات المسلحة الأوكرانية مع رئيس هيئة الأركان الدنماركي. في هذه المكالمة تحدثا على بعض النقاط المتعلقة بتزويد أوكرانيا بطائرات F-16، وأشار إلى أن القوات الأوكرانية أو الطيارين الأوكرانيين في الدنمارك أتموا بعض جميع التجهيزات المتعلقة ببداية التدريب، وربما في الأيام القليلة القادمة سيبدأ الطيارون الأوكرانيون بالإقلاع على طائرات F-16. كذلك كان هناك الحديث يدور عما يتعلق بخدمات الدعم اللوجستي لهذه الطائرات وعملية تزويد أوكرانيا بالتقنيات المختلفة من أجل خدمة هذه الطائرات، كذلك العمل على تدريب الأجهزة الفنية وأجهزة الدعم اللوجستي في أوكرانيا أو حتى في الدول المجاورة بضمان عمل هذه الطائرات بشكل سلس حين يتم ميعاد تسليمها. في الجانب الآخر ميدانيا، وزارة الدفاع الأوكرانية قبل قليل أكدت مقتل ستة طيارين حربيين على متن طائرتين من نوع Mi-8. هذه الطائرات تحطمتا في شرقي البلاد في منطقة مدينة باخموت، وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية أن هذه الطائرات أقلعت لتنفيذ مهمات قتالية في شرقي البلاد. لكن بعد إقلاع هذه الطائرات تلقت بعض المعلومات عن إقلاع طائرة عسكرية روسية من نوع سوخوي 35، مما اضطر هذه الطائرات إلى العودة إلى المدرجات، ولكن في طريق العودة ربما حصل خلل ما في هذه الطائرات وسقطتا وتحطمتا بشكل كامل. وقالت وزارة الدفاع أن التحقيقات قد بدأت بالفعل بالكشف عن الأسباب الحقيقية ما وراء هذا الحادث. ميدانيا، وزارة الدفاع الأوكرانية تؤكد أن القوات الأوكرانية تتقدم في محور مدينة زاباروجيا، وتحديدا القوات المسلحة الأوكرانية تتقدم في محور بلدة نوفا دانيلفكا وبلدة مالا توكماشكا. وقال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة أن القوات الأوكرانية تحرز تقدما في هذه المناطق وتعمل على تعزيز خطوط دفاعها في المناطق التي باتت تسيطر عليها، في ظل رغبة واضحة من قبل وزارة الدفاع الأوكرانية بتحقيق خرق عسكري باتجاه بلدة توكماك، من حيث المساعي الأوكرانية لقطع خطوط إمداد القوات الروسية المنطلقة من شبه جزيرة القرم مرورا بمدينة خيرسون ذهابا إلى الجهة الشرقية. في الشرق أيضا، وزارة الدفاع الأوكرانية تحدثت عن تصدي القوات المسلحة الأوكرانية إلى 40 هجوما من قبل القوات الروسية، وأعلنت أن القوات المسلحة الأوكرانية سدت 14 هجوما استهدفت فيه بسلاح الطيران مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية. كذلك أعلنت عن تدمير 4 منظومات للدفاع الجوي التابعة للقوات الروسية.